طيب يلا جاهز. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتسبوا الذهب والفضة. اكتنزوا. قد اكتنزوا. عيد. حديث أفضل من الذهب والفضة. بعد عن البرداء شوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث أفضل من الذهب والفضة. لا ما في. لا كل. السلام عليكم. خلاص فقط. حديث أفضل من الذهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء. طيب أسريع. لا صور واحد المولش. أنت جاهز بكر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعطيه فرصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، والله وأعوذ بك. اعطي دور اخوك. اعطي دور. يلا اعطي دور. اعطي دور. اعطي دور. خلينا نشوف. محمد عبد الرحمن. محمد اعطي دور. ماشي اعطي دور. لا محمد. محمد 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 اخذ 10 دور. عبد الرحمن تعطي فرصه اخرى. انت تعال صديقي. انت بكر تعال صديقي. بلا انت بكر. اخر فرصه. بعد عن البرداي. قرب 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 الستاند. ايوه وبعد انت على البردايات. لا خير ما تعلم. وشو امي شغلي. واساله بس اللهم اسالك الثبات في الامر والعزيمه في الرشد، واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. كل اصبع لحاله سؤال. حط خمس اصابع. اللهم اسالك الثبات في الامر والعزيمه في الرشد. لا اخره. حط اصبع اصبع. خير ما تعلم ولا وشو. واسالك من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم انك انت تعلم. اخر فرصه محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، اذا رايت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضه فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه في الرشد، واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، واسالك شكر نعمتك وحسنى وحسنى. ايه انت ما سمعت بعيد عنك. انا عشان ثاني. لا انا عم ساعدك. يلا حسنى عبادك. يلا عبد الرحمن جرب. نسوي على هذه الحيطه. طيب خذ نفس شوي. عندي اخذ على الحيطه دي. ليش يهون احسن. طيب يلا ممتاز احمد. شو شغلت شغل رهيب اليوم. بس يعني باقي كم كلمه بس. انت بس ركز. انا اخذتك 10 مرات لحالك عن غيب. 10 مرات عشان تكون تحضير. يلا لا ما تكبسه بس ارفع ايدك. يلا بكر. يلا السلام عليكم. حديث افضل من الذهب والفضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. شنة زيت. الله أسأل. أعطي الطربوش. بدأ الطربوش. مبارك مبارك من الشيخ. ده خلينا نظرات أحلى. هذا من الشيخ. مبروك عليك. مبارك. أي شيخ. من الشيخ العمي يقرأ عليه قرآن كل نهار. أبي أنا ما أدري الشعراتي تبردون. إن شاء الله. يلا خلاص. هنا يلا يلا يلا. السلام عليكم. حديث أفضل من الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة والله نسيت. فاكنز هؤلاء الكلمات. أنت أول فيديو ليش اخترت أنا؟
عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. اللهم سرك الثبات. تعال 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 اعطيه اخر محاولة. بكر يلا ابكر ركز، خذ نفس ان شاء الله هيكون يعني. السلام عليكم. حديث افضل من الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن اوس، اذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك من خير ما تعلم، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. لا ما أسف مصغرة. عبد الرحمن اظن لازم تعيد الحديث، انا حاضر الاول. محمد صلي الضحى بما خلصوا، صلي الضحى انت، صلي شروق. انا طيب يلا صلي. اخذ امي وحده اخذ ثلاثه وحده. طربوش الشيخ، اعطيه طربوش. طربوش الشيخ يلا اعطيه طربوش. يلا يلا صلي الضحى بكر، صلي الضحى بما خلصوا، صلي شروق، صلي شروق بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حرام دوري. صلي تعال صلي شروق، صلي شروق من أول بعدين دورك. يلا صلي شروق. شكرا نعمتك وحسن عبادتك، أسألك قلبا سليما وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إذا كنت علام الغيوب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك ثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأعوذ بك من شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك دور دور حمد دور تصلي. حمد حمد تصلي 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 حمد حمد تصلي حمد حمد صلي شروق، صلي شروق تعال صلي شروق. حمد حمد ارضى بالعدل. حمد صلي شروق سمعني. حمد صلي شروق. عبد الرحمن حمد 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 دور عبد الرحمن، ما بدنا نظلمه. محمد دور عبد الرحمن. محمد محمد دور عبد الرحمن. محمد دور عبد الرحمن. محمد الوقت عم يجي على الفاضي. يا لا دوره دوره لا دوره يلا محمد دوره. محمد صلي شروق سمع الكلام سمعني. صلي دوره هلا دوره العدل العدل. صلي عبد الرحمن اعطيه فرصه. اخوه ثلاث فرصتك. ايه يلا ان شاء الله ما تحتاجن. يلا اعطيه طربوش. السلام عليكم. اعطيه طربوش اعطيه طربوش اعطيه طربوش. يلا محمد خمس اسئله
اللهم اني اسالك اسالك واسالك 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 الشكر نعمتك وحسن عبادتك. تعال عندي. طب تعال عندي هلا. تعال عندي. عندك قصص تضافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأعوذ بك وأسألك من شر وأسألك شكرا. يلا عبد الرحمن. استسلم. دائما استسلم دغري. ليك. ليك الريبوت رجل الآلي ليك. تعالوا تعالوا. تعالوا محمد. تعالون. ما أسر حط غطى درك غطى درك. ما في بلا طيب طيب وش خليني اطرف درك اطرف درك ايوه هيك. اي يلا. صلي. السلام عليكم. حديث أفضل من الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك من وأسألك حسن نعمتك وأسألك شكر نعمتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. يلا أول محاولة. بعد عن البرداء شوي. السلام عليكم. حديث أفضل من الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأعوذ وأسألك شكر نعمتك. شكرا. عد على أصابع آخر محاولة عندك. عد احفظها أنت. اللهم نسألك وأسألك 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 وأسألك. الشغلة الثانية موجباتي موجباتي. السلام عليكم. حديث أفضل من الذهب والفضة. موجباتي. أسألك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة، وأسألك موجباتي وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك بعدين وأسألك قلبا. شكرا. شكرا وأسألك شكر نعمتك. موجباتي. طلق علي قل موجباتي. موجباتي. أي موجباتي رحمتك. يلا. موجباتي. احفظ أصابعك خمسة أسئلة خمسة. السلام عليكم. حديث أفضل من الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك من شر من خير ما تعلم. لا يا ابني. أسألك شكرا 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 شكرا
عبادتك. شكرا نعمتك وحسن عبادتك. السلام عليكم. حديث أفضل من الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك ثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكرا شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا من خير ما قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم ومن شر، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. لازم يا ابني تكرر برا قبل ما تتزعج. عد اصابعك، كل ما اقول اسالك نزل اصبع. اسالك واسالك، اللهم اني اسالك واسالك واسالك. بعد على البرداي، بعد على البرداي. السلام عليكم. حديث افضل من الذهب والفضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن اوس، اذا رايت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضه فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم اني اسالك، اللهم اسالك ثبات في الامر. عيد بدون تسجيل. طيب اصحابك امامك مره. وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك ثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأعوذ بك من شر ما تعلم. أخي لازم تقرأ أبو بكر، لازم تقرأه مرة واحدة على الأقل أو مرتين بدون تسجيل. طيب ماشي، ردد ورائي: اللهم أسألك الثبات في الأمر بعدين أستاذ هي تقول اللهم أسألك الثبات. السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكرا من خير شكرا ما تعلم. شكرا شكرا نعمتك. طب تقرأ لي برات التسجيل. لا قرأ لي من التسجيل، قرأ لي من التسجيل عندك. يلا اصبر شوي، اصبر بدون تسجيل. اقرب من تسجيل. يلا شكرا نعمتك وحسن عبادتك، واسالك قلبا سليما. بعد عن البرداي. السلام عليكم. حديث افضل من الذهب والفضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن اوس، اذا رايت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضه فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك ثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، أعوذ وأستغفرك لما تعلم، وأعوذ إنك أنت علام الغيوب. الغيوب يعني قربت تقريبا يعني لسه بدأ شوي. خلصت. لا مو ظابطك مكسر. يلا تعال عندي، قرية صاي قرية بدون تسجيل، قرية بدون تسجيل. يلا السلام عليكم. حديث أفضل من الذهب والفضة.
دورك ابو احمد. السلام عليكم. حديث افضل من الذهب والفضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن اوس، اذا رايت قد اكتنزوا الذهب والفضه فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه في الرشد، واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، واسالك من شر اسال الله الشر، يعني اسالك شكرا يا ولدي. كذا دور محمد، يلا شوف محمد شو يطلع معه. تعال ابو بكر استمع له، تعال اشرب الكاس. عبد الرحمن اشرب الكاس انت. شو هي الكاس؟ شو حليب وقهوه؟ سؤال يا محمد. لا مو حليب وقهوه، لكان دواء. قهوه دواء. شو كثير حلوه. شو نزل الحديث؟ اقرأه عادي بتنزيل. السلام عليكم. أبي شو؟ لا. أبي. محمد رحمة الله ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، جيد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأسألك وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم. مو ظابط مكسر. يا دور عبد الرحمن. عبد الرحمن. لا. دور عبد الرحمن. اللهم إني أسألك اقرأ لي إياها أنت اللي يكتب على يدينا. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجباتي. اسمع يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجباتي وأسألك شكرا شكرا نعمتك. باح اليوم؟ ليش طيب؟ خلي أبو بكر، خلي أبو بكر سجل. اليوم ناقص شكرا نعمتك مرة. مخ سميك. شكرا نعمتك يا أبي. الله أسألك الثبات في الأمر مغفرتك. انت خمس مرات اسالك شو هي على الاخير؟ شو نكتب على الاخير؟ شكرا نعمتك وحسن عبادتك. انك انت علام الغيوب. انك انت علام الغيوب. يلا محمد جرب الحيط ابيض بركي يكون هيك احسن ان شاء الله. يلا محمد طلع علي قبل ما سجل. محمد قبل ما سجل إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب وال... طيب منيحة هاي بس ده راجع. بس لا تستعجل شوي. تعال عندي خرج هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت
الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرسل، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسألك شكرا. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا 90%. خلاص بعت لي هذا، بعت لي على الواتساب، خلي بعت لي على الواتساب. لا هلا بيضيع بياناتكم. لا اخر اثنين انت حافظ يعني. هلا يلا السلام عليكم. حديث افضل من الذهب والفضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن اوس، اذا رايت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضه فاكنز هؤلاء فكنز هؤلاء الكلمات. يلا لا تحسوا، خليه لا احذف عشان ما يخربط فيه. يلا هدوء، عم سجل اخوك. السلام عليكم. حديث أفضل من الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. السلام عليكم. حديث أفضل من الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، شكرا. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك قلبا، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. السلام عليكم. تمام اخيرا. شو هذا يا شيخ؟ ما هذا يا شيخ؟ ما هذا يا شيخ؟ ايه ده انبسطت نص ساعة صار لك. ما هذا يا شيخة؟ يا شيخة شو عم تسوي؟ عم ترقص يا شيخ؟ ما هذا يا شيخ؟ ماذا تفعل يا شيخ؟ سجلت 90% مو كامل، 90% هيك لسه اقوى من هيك. لازم اخر فرصه يعني. هدوء هدوء، سجل احسن منك يا بكر. رجع مكانين. انارها يعني لا نور عليه فوق. تعالي لا 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 بس بيده 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 خلاص بيده بنور على بكر هيك. هاي اناره. حديث أفضل من الذهب والفضة. فضة؟ شو الشيخ هذا الدلوع؟ شيخ السوسو هذا؟ لا تلعب خلص يلا هذا نور له. شغلوا إنارة، شغلوا إنارة لأبو بكر، شغلوا إنارة. أبو بكر الشيخ. يا الفضة. يلا أبو بكر يلا. أصحته. خلاص ما في إنارة. بلاش شغلوا إنارة، شغلوا إنارة بس شغلوا إنارة أنت. وأنت عم تشغلها. إي ماشي. لا مو لازم.
مش شايفين ايه؟ السلام عليكم. حديث حماد حماد ليش تنزعلي؟ خلاص بلا 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 خلينا نخلص يلا طولنا كثير هي كثير خريب عليك ابو كريك محمد بلا يلعب عشان خلص محمد اخي ما بدنا انارة بعد محمد خلص محمد محمد بعد عنه محمد ما بدنا انارة سمعني دير ظهرك دير ظهرك بالعكس ايوه هيك ايوه هيك يلا بكر بسم الله طايق اعطاك طايق هو عم يطلع صوته خلاص ما بده طايق ما بده طاقية ما بده طاقية بدك طاقية بكر؟ طيب يلا يلا خلاص حمد نروح على البيت ان شاء الله نرجع الدرس ان شاء الله نرجع الدرس ايه نص يورو نص يورو نص يورو ايه ليش؟ ندرس طول الوقت طيب هلا نشوف هلا ما في انتاج بدي انتاج انا يلا يلا بسرعه بس السلام عليكم حديث افضل من الذهب والفضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما 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 دوري دور اعطيه دور اعطيه دور شوي اعطيه اعطيه فرصه لبكر حماد حماد اعطيه فرصه لبكر يلا اعطيه فرصه لبكر يلا يلا حمد طفل غلاي تعشيلها ما بدي اياها تعشيل القهوه تبعك هاي ما عم شوفك السلام عليكم قال رسول الله يا اخي بعد الحيط قرب الساند بعد الساند عنك بعد الساند عنك لا تلمس الحيط هادو بنفسه بعده شوي بعده هيك شوي بعده انه انا وعم في هيك لازم اعمل كثير هون لا تلمس الحيط لا تلمس الحيط هيك لازم كلنا ايه السلام عليكم حديث افضل من الذهب والفضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك شكرا وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا, وأسألك قلبا. وأسألك من خير من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفر لك إنك علم الغيوب خلص خطأ كل شيء خطأ يعني شو بدي أسوي لازم تحفظه برات التسجيل يلا خلاص وقف هلا احفظه آخر مرة وبعدين الذهب والفضة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة
العظيمة والعزيمة في الرشد، وأسألك موجباتي رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خيري أعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. السلام عليكم. نقص كلمة، إنك أنت علام الغيوب. بس يلا، إنك علام الغيوب. يعني نفس الشيء. طيب ماشي، يلا خلاص يلا سكر. حماد تسجل شيء؟ تعال آخر فرصة، يلا تعال. بعد ما شاء الله مره واحده وما عاد ابي دخل. طب خليها بدون تسجيل. خليها بدون تسجيل. حماد خليها. لا ترفع شيء هلا، بس استعمل اللايك. لا ترفع. يلا اللهم نسألك الثبات في الامر. حماد عزيمة في الرشد، واسالك موجباتي وعزائمي، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأعوذ وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك الخير، حسن عبادتك وقلبا سليما. أسألك قلبا سليما. اللهم أسألك الثبات في الأمر. أخي طلع أصابعي. اللهم أسألك الثبات. طلع أصابعي. طلع أصابعي. اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك معفض موجبات رحمتك وعزم مغفرتك. خربطوني. اللهم اسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك عبد الرحمن موجبات رحمتك وعزم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. محمد أشطر منك فيها فكرة، لأن هيك يساوي هيك يمثل معه. يلا طلع. بسم الله. وبعد شوي. أيوة لا تلمس الحيط بعد. لا تلمس الحيط، هي احسن لانه هيك. طويلة. لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز. إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك ثواب شو استسلمت يعني؟ ايه خلاص استسلمت. طب ماشي بعدين. بس ماشي بعد دغري انا. ها؟ دي بعد تبعتي على هاي. مو جاهز. بلا جاهز. جاهز؟ جاهز. طب ماشي. وراي احمد. الحمد لله.